أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة تبادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد جولة أسواق بكم اليوم من داخل مرسى الخمس البحري. اليوم إن شاء الله حتكون جولتنا داخل هذا المرسى، نتعرف على الأسماك الموجودة في المرسى ومواسم صيدها وأنواعها، وبالأكيد طبعا برنامجنا متخصص في الأسعار، حنعرفوا الأسعار. حيكون معنا أحد مشرفي هذه الصالة وحيعطينا فكرة كافية على الأنواع الموجودة. نتعرفوا بي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرفوا بك أستاذ علي التوم من مدينة الخمس. مرحبتين بك علي. علي انتم ما شاء الله في الخمس المرسى مليان حوت، يعني في كمية كويسة الوقت الحاضر في الحوت. باي الحمد لله، قصدي مش بكميات كبيرة لكن باي موجود الحمد لله. كافي المنطقة ولا في حوت يجيكم انتم من غير الخمس؟ لا لا لا، في انتاج يجي من برا الخمس. برا الخمس وبرا حتى من البلاد اكيد. لا برا من البلاد عندنا الوراثة والقاروس بس. والباقي كل انتاج محلي. الفترة طبعا تو احنا فترة ربيع، انتم الاسماك انواع واصناف ومواسم الصيد، شنو الاكثر الوقت الحاضر موجودة؟ تو وقت المرجان ووقت صور امبريالي وتريليا والكنمار والسيبيا والقرنيط، هذا كله وقت هذا الموسم، يعني الوقت الحاضر. بايش تحكينا على اسعار السد علي تو الفترة دي، انتم باعتبارها نهاية الشتاء، يعني قصدي موسم معقول للصيد، والاسعار شنو الاسعار الفترة الاخيرة؟ ما الأسعار هذه لها علاقة بالسوق وبالمرتبات وبالإنتاج. هذا السعر يوم في طلب سعر كويس، يوم ما فيش طلب يتكدس البضاعة يبدأ السعر مش كويس. قصدي هل ملائم السعر بالنسبة للمستهلكين ولا شنو؟ مش ملائم، حتى لما يتكدس مش سعر كويس يعني. قصدك فيه غالي شوية ولا شنو السبب للغلاء عندك وجه نظرك؟ نقص العمالة وهذه هي بس نقص عمالة، لكن البحر معبي خيرات الحمد لله. قصدك العمال والظروف تتهيأ، ظروف البلاد تبدأ الأمور مية مية، تبدأ الصردينة بعدين 3 بجنيه بدل 3 بعشرة، تبدأ 3 بدينار زي قبل. يعني قصدك العمل الأساسي أنت بالنسبة لك أنت الغلاء الأسعار وقت الحاضر العمالة. السحب بالنسبة لكم أنتم كباعة للتجزئة أنتم في المرسى، يعني في سحب كويس بالنسبة لل تو الوقت الحالي؟ ما في سحب تو، عندنا قريب في الخاشين في الأسبوع الثالث سحب شبه يعني ضعيف، أقل من نص ناقص، رغم أن الأصناف موجودة وموجودة والأسعار حتى الأسعار اللي استشطيت خي منكم أنها أسعار معقولة. معقولة الأسعار كويسة، لكن هو السحب المرتبات الظروف الأمنية. طبعا الخيارات موجوده يا استاذ علي على الطاوله، ويا ريت تعطينا فكره على الاسعار الموجوده تو. الاسعار هذا شكور وهذا حوت محلي مش مستورد ولا حاجه، وسعره ب 25، رزام مخطط محلي ب 28، شلبه محليه ب 20، هذايا غراب ب 20، تنوت ب 20، مرجان هذا ب 15 محلي كله. عندك الوراثة هذه تونسية مزارع تاع بحر تونسية ب 22، رزام عادي ب 15 كيلو، هذا رزام وهذا رزام مخطط. وحتى الحجم يا استاذ علي، انت غير المخطط والعادي حتى الحجم يختلف شوي في السعر بالنسبة لكم انتم. لا هو تو خلينا في الرزام، هذا مخطط وهذا قصدي تمام، يقولوا هذا ابيض وهذا احمر، عرفت؟ هذا ما فيش اقل دم وهذا فيه شوية دم، هذا يمشي قليل شوي. عندك المرجان اهو 25، هذا بحجمين تو المرجان الاول، مرجان هذا ب 15 اللي هو حجم صغير وحجم كبير اهو 25، شكور هذا نفس بعضه 25. في عندك الزغالي اهو 25، اسعار كويسه بالنسبه لاسعار قبل تو. في المرجان هذا كان في بدايه الشتاء يوصل حتى 35، اي لكن الوقت الحاضر 25 ب 10 دينار يعني في السعر، فرق ما شاء الله. والسردينه هاي السردينه كرنج هذه، في سردينه رنجه وفي سردينه اقل منها، هذه ب 8 زوز كيلو 15، كوالي نفسها قلي حوت قلي حتى هو ب 10 جنيه. باي عندك تو هذا موسم الكنمار، سيبيا، قرنيط، رخويات. رخويات كلهم هذا موسم، يعني شنو اسعار انه الاحجام اللي موجوده قصدي؟ اسعار 30 السيبيا ب 30، كنمار 45، قرنيط ب 30. وكلهم من مرسى الخمس بالنسبه للرخويات. الوراثه بس الوراثه هذه والقاروس من تونس. الباقي كله لا، في من شويه من القرابولي، شويه من الخمس، شويه من زليطه. يعني مستهلك ياخذها طازه بالنسبه لكم انتم بالطاوله؟ يعني تعاملوا بالطازه ما تعاملوش بالمجمد. علي الاسعار الموجوده عندنا كلب بحر هذا ب 15 كيلو، في التنوت هذا حوت قلي حوت شريبه 15، شبه قلنا لها سبيترو، في
في القاروس هذا اللي قلنا عليه من تونس 35 قاروس 35 ايه هذا الصاور امبريالي هذا صاور محلي بتاع شوام بتاع طاجين بتاع كسكسي كم سعر الصاور الحجم هذا؟ السعر هذا ب 40 دينار وفي تريليا هذه تريليا برضو تريليا حرة هذه ايه تريليا بتاعنا احنا بتاع الخمس هذه قديرو بتاع قديرو مش جرافة بتاع شباك بتاع شباك كم كيلو التريليا هذه؟ شباك هذه ب 55 55 التريليا بتاع الجرافات كم حتى؟ الجرافات انا جرافة ب 20 ب 15 في لي حتى حرة مش 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 تربية لا لا حرة بتاع حرة غير شني جرافة اي قصدي احيانا تواجد بالنسبة عندكم للوقت الحاضر موجود هذا وقت الشرف هو تو موجود الشرف في عندك الفروج 55 دنتش 55 هذا جغالي 35 بوري 28 بوري 28 هذا كله حوت محلي حوت نحن هذا بوركو عندك بوركو ب 35 اللي سعرك في اللي سعره كويس وفي اللي سعره غالي وفي اللي لكن في المعدل يعني السعر يعتبر معقول مقارنه معقول مقارنه باللي شهر 12 وشهر 1 معقول واللي القادم قصدي الفتره الجايه احنا نتكلم عن شهر 3 و4 انتم باعتباركم حتى عندكم فكره على البحر وعلى رياسه البحر شنو الوضع ان شاء الله حيكون في الفتره الجايه والله الوضع ان شاء الله يكون يعني الانتاج بيزيد والبحر معاش فيه بحر يعني زي في الشتاء وان شاء الله احنا نقول البحاره هم دو في البحاره بحاره الجو البحاره بس لا عوامل الجو قصدي في الربيع افضل من الشتاء ومن الخريف بالنسبه لكم انتم كبحر اكيد حتى الحوت في الحوت في حوت الربيع كويس هذا قصدي فيه اغلبيه الحوت تو بالدحي بتاعه الدحي كويس هذا بتاع الحوت الموسم الجاي ان شاء الله حيزيد ينخفض نقول الاسعار وحتكون في عروض اكثر من الوقت الحاضر والله هذه توقف على البحاره والامور الامنيه غير العوامل الجويه انت غير العوامل الجويه عندنا البحاره عندنا امورنا الامنيه امورنا الامنيه تبدا 100 والبحاره يجو يبدا الحوت ما شاء الله اسعار هذه خذها النص صايح ان شاء الله ربك يهدي البلاد والعباد وان شاء الله اكيد شاء القادم افضل يا سعدي وبارك الله فيكم ربي ان شاء الله يعطيك الصحه نقول ان شاء الله ديما نقول القادم افضل احنا ديما متفائلين خير ان شاء الله ان شاء الله متفائل خير وان شاء الله يتفائل خير يجد ان شاء الله ان شاء الله يا رب ماشي بارك الله فيك يا سعدي وربي يعطيك الصحه انت وزملائك ورب رب يبارك فيكم شكرا مشاهدينا مشاهدي قناة التبادل إلى هنا انتهت جولتنا داخل أحد محال بيع الأسماك من داخل مرسى الخمس البحري نتمنى أن تكونوا أعطيناكم فكرة بسيطة على الأسعار نلتقي بكم إن شاء الله في جولات قادمة كان معكم في هذه الجولة فرج الربيعي لقناة التبادل من مدينة الخمس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.